هي امرأة بتجمع بين الذكاء الحاد، سرعة البديهة وشغف للأرقام. باختصار هي شخصية مثيرة وعندها كاريزما قاسرة. هيدي كلها صفات طبعت نيمة أبو ورد لتعمل منها امرأة حديدية. أنا والدتي من ليفربول، أهلها من إيرلندا، والدي من فلسطين، والتقوا بالكويت تخيلي. طيب بس ما كنت أحكي ولا كلمة عربي، لأنه انخلقت بإنجلترا، رحنا على نيجيريا، رجعنا على إنجلترا، صفينا بالكويت لأنه بابا قال إنه لا، لازم أولادي يتعلموا عربي، فحطوني بمدرسة حكومة ما كنت أحكي ولا كلمة. كل العالم يمرقوا، أو أنت أمك إنجليزية، وأنا واقف بحصة الدين لأنه بيقولوا اسم كلمة نعمة، وأنا فكر إنه عم بينادوني اسمي وهم ما عم بينادوا اسمي. أوكي ما في شيء اسمه حظ مطلق بالنسبة لي، الحظ بيجي نتيجة شغل، مثابرة، إنه الواحد يفعل ويعمل. يعني حتى الواحد نوع شغلة ما بتكفي النية، بس الفعل هو أساس كل شيء. أعتقد أنه تأثيري أنا بالدرجة الأولى هو كعربية، لأنه زملائي كانوا إنجليز، فنظرتي للأمور رح تختلف شوي، يمكن أعرف أمور أكثر بالنسبة لشغلات معينة منهم، بعرف تاريخ الأمور يمكن بشكل أفضل، لأنه عادة المشكلة بالأخبار إنه هي أخبار آنية، بالتالي الواحد دائما رد فعله بيكون إنه هلا شو صار، شو يعني، ليش، إلى آخره. لكن إحنا خاصة العرب عنا تاريخ، وفي شيء بيترتب على شيء. لما واحد بيجي من برا، من بريطانيا أو من وين مكان، رح مرات ياخذ الأمور بغير ما هي فعلا، لأنه رح يكون عم يطلع عليها بشكل آني بحت. بتعرف إنه في مفارقة عجيبة، يمكن الامرأة خاصة في الإعلام العربي بيقولوا إنه فرصها أكبر لأنه بدنا شكل وبدنا يعني شو ما كان. بس المشكلة بسبب طبيعة الشغل بالإعلام، يمكن فرص الإمرأة أقل إنها تتواصل وتثابر وتبقى مع هالمجال على المدى البعيد. ليه؟ إذا عندك أولاد بدك تصيري تختاري حتى مثلاً شكلك أو مرحلة حياتك أو عمرك. يعني في كتير مقاييس ومعايير تفرض على الإمرأة باختلاف جذري عن الرجل. بنهاية الأمر أنا بالنسبة لي شخصياً في لي آرائي الشخصية وفي رسالة وفي معلومات بحب إنه دائماً وصلها للجمهور أو للآخر. أنا بالنسبة لي شخصياً في أولويات مختلفة، وفي عبارة بحب أقولها إنه في الأهم فالمهم، والأهم بالنسبة لي هلا تغير. كتير مهم عندي إنه يكون عندي شغلي، نعم، يكون عندي وقت مع ابني، نعم، كل ما بكبر كل ما صار عندي عم انتبه على شغلات. يعني مثلا أنا بالنسبة لي بحب الألوان، can you tell؟ فيك تشوفي إنه أنا بحب الألوان، أوكي؟ سو كتير مهم بالنسبة لي خاصة بشغلي، لأنه شغلي بيطلب إنه يكون على الشاشة، إنه يكون على المسرح مثلا، إنه يكون قدام مئات الأشخاص في منتدى. ودائما شوفي انت لابسه اليوم بجنن كثير، اوكي؟ كثير مهم الواحد يكون عنده شيء يجذب النظر. قبل كان عندي شنطتين، كان عندي كل شيء اثنين، ميك اب بالشنطه، شنطه السفر، ميك اب بحقيقتي انا الشخصيه. كل ما بكبر كل ما بنتبه إنه أنا وغيري من النساء، على فكرة إنه عم بسأل، أنا عم بنبطل نهتم كتير بإنه نتقيد بمقاييس ومعايير الغير. يعني خزانتي مليانة بنطلون وجاكيت سوت أنصامب، بطلت أشتري هيك شيء، صرت أشتري فساتين، قمصان، مش مفمنن كتير فيها، يعني الحس الأنثوي أكثر، لأنه بطلت أنا في صراع أو سباق مع الرجل بنهاية الأمر. عرفتي كيف؟ أنا عم بعمل شيء اللي يرضيني أنا، ومش بس هيك، إنه أنا أنثى ما في مشكلة. في مشكلة؟ أبداً أبداً، بالضبط.
إذا كان في رجل بيطلب هيك طلب أساساً ما راح يكون بحياتي من البداية. طيب فهذا غير وارد أساساً، عرفتي كيف؟ بس في شغلة بدي أقولها، إنه كتير ناس بيطلعوا على واحد زي بيقولوا هاي استحالة تبطل تشتغل، هاي استحالة مثلاً ترضى كذا كذا. أنا بالنسبة إلي خاصة بعد ما صار عندي ولد أولوياتي تغيرت نوعاً ما. أنا بعتقد إنه الحياة مراحل. Me, هو منبر اجتماعي، بس هو في صميم الشغل الإعلامي، لأنه إحنا عم نكون محتوى، يعني مقالات، فيديو، كلها بتحكي عن دور الفلوس في حياتنا كأشخاص. وأنا بالنسبة لي هي رسالتي لنفسي ولغيري، إنه نفكر بشو بدنا من الحياة، أنا شو بدي من حياتي. طيب رح يتغير هالشي مع مرور الوقت ومع اختلاف المراحل ومع اختلاف ظروفي، لكن في مشكلة بعتقد إنه كلنا بنوقع فيها، إنه نستهلك أيامنا ونستهلك سنيننا وفجأة العمر انتهى وما أنجزنا أو فكرنا أو عملنا أو أعطينا، عرفتي كيف؟ فهي قصة إنه نصير نفكر، ناخد خطوة للخلف. شو بدك لنفسك؟ شو أهم شيء عندك؟ طيب أوكي، شو عم تعملي أنت بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري لحتى تصيري أقرب لمناكي؟ رح تشوفي من خلال الهوايات إنه هايكينج، بايكينج، مرقت على بلدان على البسكليت، طلعت على الجبال وهيك شيء. هذا مهم كثير انه الواحد يكون له حس بالطبيعه، بالعالم اللي حولنا، بالتالي المزرعه جزء من هيك شيء. اذا هذا كثير مهم بالنسبه لي، بدل ما فت مصاري على ملابس مثلا او اكسسوارات، اوكي اذا فيني عيش من ضمن احتياجاتي كلها وكمان فت مصاري، ممتاز. اذا لازم اختار، شو اهم؟ أهم المزرعة أو أهم الفستان؟ شو رأيك أنت؟ أنا بختار اثنيناتهم، بلبس فستان على المزرعة. الأهم في المهم، عرفت كيف؟ Very nice. Oh really? Yeah. Very nice. It's mother of pearl. I like it. How did it smell? طلعت لأفرست بيس كامب، كنت الوحيدة العربية وفلسطينية، أخذت معي علم فلسطين على فكرة، وأخذت كتير صور وعلقناهم، وكل العالم بيقولوا لي آه أنت فلسطينية، أنت أول فلسطينية بقابلها بحياتي، أنت أكيد عربية. عرفتي كيف؟ يعني المبدأ إنه أنا شخصياً خليت الشغلات اللي أنا بهتم فيها كمان تعرض غيري لأمور ما بيفكروا فيها، سواء أوكي فلسطين أو العرب أو الأنثى العربية. لكن أنا شخصياً ما بفكر حالي إنه أنا أنثى أو عربية، يعني ما في حدود. أنا بني آدم، أنا إنسانة، أنا إم، أنا سوشيال أنتربرينور، رائدة أعمال بس بالمجال الاجتماعي، أنا إعلامية، أنا إنسانة، أنا صديقة، أنا زوجة، وأنا امرأة. أنا مش مسؤولة عن ردات فعلك لعويده هيدي.